والله سمعنا بالاصلاحات بس ما حد مصدق بها، لان احنا ثقة الشعب انفقدت بالحكومة مالتنا، لان كل حكيهم كذب بكذب، فالناس كلها ما مصدقة هاي الاصلاحات، واحنا مستمرين بهاي التظاهرة ومستحيل نتراجع، كل الشعب صار ويانا. تعالوا لنا ساعة تعبير، خليه يطلع يتنكر ويشوف الشعب شو يقول، ايش يحكي؟ 16 سنة كافي، يعني شخص تجربه بسنة، بشهر، بسنتين، بخمسة، 16 سنة وفوق وفلوس. والله الإصلاحات اللي نزلوها مجلس البرلمان غير مقنعة للشارع العراقي. الشارع العراقي يريد تغيير وجوه، تغيير سياسات، كنظام غير ناجح على مدى 16 سنة ما لمسنا أي تطور، أي تحسن، لا بنى تحتية، لا خدمات، لا تعيينات، حتى اللي متمكن واللي عندها ما مرتاح. نفس الوجوه، يروح فلان يجي فلان، كل أطياف الشعب العراقي وكل تجاره وفقراء يريدون تغيير، تغيير واقع. شنو غير الواقع؟ شلون بيوم وليله وضحايا ثروات العراق تروح مجرد رواتب لهم ومنافع لهم، منهم والعوائلهم، يعني شنو برلماني 20 مليون وكم مواطن 200 دينار ما بجيبه؟ الاصلاحات كلها كاذبه، كلها وعود كاذبه، هاي الاصلاحات مجرد يعني حبر على ورق.